هو بالنسبه للمعده يعني انا شخصيا فيني معده اتقبل التوست الاسمر او العيش الاسمر او حتى الباستا السمراء معدتي تتقبلها كتجربه شخصيه يعني اصل اكثر من العيش الابيض او التوست الابيض نعم تتعبني يتعبني الابيض نعم اما الاسمر عادي يريح طب كثير مني فمعناته هذا يعني اضطرابات المعده فيها عده اشكال والوان يعني منها فاذا كانت قرحه معديه مثلا او قرحه الاثنى عشر ما نفضل تناول الالياف خصوصا بالحالات اللي القرحه فيها فعاله اكتف بنقول لانه هاي الالياف بما انها ما بتنهضم تقعد فتره اطول بالمعده ممكن تجرح زياده فتؤدي لنزف زياده بالقرحه بس بالحالات الثانية اللي هو ما فيها هذه الالياف فيها احماض يعني بالعكس مرات الالياف تريح تريح قاعدة اقول بالضبط لانها تمتص جزء من او يعني تحتجز جزء من هاي السوائل زي ما قلنا المذابة تاخذ السوائل في الجزء ممكن حتى يعني تريح لانه بتعمل جل بتعمل زي مادة هلامية لما تمتص هاي السوائل فبتقلل عليك الاحماض وبصير تشتغل بسرعة اكثر معلومة مفيدة لان الكثير من المشاهدين والكويتيين بالذات يعني انا لما اقول فيهم عندك ثلاث ارباع نقول حتى احنا ان فيهم ارتجاع الاحماض او الحارج طبعا اسبابه ان شاء الله يتجنبونها لان قبل لا احنا ما شاء الله نوع او نستوعب ان الناس كانت تاكل متاخر على طول تنام فعقب ما يصير فينا المشكله نستوعب ان احنا ما لازم ناكل وننام لازم اربع ساعات قبل النوم نكون خلاص سكرنا على المعده سكرنا الباب هذا احد الاسباب برضه لازم مثلا الاكل كميات صغيره يعني وجبات فريكونت صغيره قليله الدهون انا في شيء تعليق كنا كان عندك لكن بقول اهم شيء انه يكون قليله الدهون بحاله انه الواحد مضطر مثلا ظروف عمله بده ياكل وينام ينام بزاويه 45 يرفع المخده تحته حتى يقلل من فرصه ارتجاع هاي الاحمر ممكن يعني يحط مخدتين ورا ظهره بحيث يصير شكل النوم كانه بزاويه 45 لانه هاي السوائل لما الاحماض لما ترجع ممكن لا سمح الله تعمل حتى قرحه في المريء فلما بنعدل شكل النوم بتبطل بنقلل فرصة انها ترجع لما يكون مستلقي بصورة افقية فهي احدى الطرق اللي برضه بنحاول نتجنب فيها ارتجاع الاحماض بس انا احب انوه للمشاهدين طبعا ان الشيف جورج ترى اليوم ذهب لنا طبق عجيب وغريب اللي هو كبة بالصينية لذيذ جدا فخلكم معنا لا تروحوا من مكان ارجع لك دكتورة اسألك يعني او دانا اللي فيكم حاب يجاوب ما عندي مشكلة نقدر نلقى او يعني يعني اكيد انه راح ينقصنا الياف بالجسم فممكن تكون نلقاها بحبوب بالصيدليه او سبلمنت يعني نعم تتواجد بالصيدليات في مثلا نورموكول فايبرول في انواع كثيره بالسوق عباره عن الياف ولكن احنا من يعني كاخصائيين تغذيه بنشجع على تناولها من مصدرها الغذائي الطبيعي لانه مرات الفائده صحيح الالياف لها فائده بس مرات في فائده اضافيه تيجي من مواد ثانيه موجوده بالفواكه بتخلي حتى فعاليه اداء الالياف افضل مع الايفكت تبع الاشياء الثانيه مثل الفايتوكيميكلز والانتي اوكسيدنتس مضادات الاكسده بتكون افضل. بعدين يعود نفسه على الحبوب راح يكسل الامعاء. نعم. فراح يضطر ياخذ هالحبوب لفتره طويله. وراح يصير ديبندنت عليه. يعني انتم ما تنصحون بالحبوب. مو ما ننصح اذا حاله مرضيه قويه طبعا لازم بس اذا انسان طبيعي وسليم بقول يفضل انه ياكل لان شنو المعلومه اللي لانه راح يكسل الامعاء راح تصيرين مضطره انك تاخذينه يعني راح تتعودين على الحبوب فلا يعودوا نفسكم على الشيء الطبيعي غير في سايد افكت بس ممكن نتكلم فيه قولي شنو سايد افكت لما ناخذ الياف بصوره كبيره زي بالحبوب ممكن تقلل من امتصاص بعض الفيتامينات والاملاح ممكن تتعارض مع امتصاص بعض الادويه مثل الاسبرين مثلا مثل مسيلات الدم الوارفرين مثل بعض الادويه اللي ضد التشنجات الناتجه عن من الصرع يعني فهذه كثره الالياف بصوره كبيره اكثر من الموصى بها زي لما الواحد ياخذ حبوب كثير ممكن تاثر هذه التاثيرات يعني الحبوب لها سايد افكت طبعا الواحد ياخذها من مصدر طبيعي احنا الكويتيين متعودين ناكل عيش وناكل توست وناكل البقوليات نعم فليش لا وايضا الفواكه نعم. طيب دانا اذا بسالك عن احتياجات الانسان للالياف الغذائيه يعني هل احتياج المراه يختلف كجسم المراه يختلف عن احتياج جسم الرجل او جسم الطفل ولا نفس الشيء؟
هو طبعا في فرق بين الطفل والامراه والريال. الريال من طبعه بياكل كميه اكثر من المراه، فطبيعي ان الريال محتاج الياف اكثر من المراه. الاطفال ما في اي ريكومنديشنز لانه ما تقدرين تسوين ابحاث على الاطفال. فما في اي وصيه لكميه محدوده المفروض الاطفال ياكلون، او ان نبدل لهم عادي ياكلون الابيض. هو افضل ان الاطفال ياكلون الاسماك عشان يتعودون من صغرهم. حتى الاطفال، حتى الاطفال بالعكس تعوديهم. ليش يكبرون وهم يعودون نفسهم؟ صح. اي الحريم تحت عمر الخمسين المفروض ياكلون 25 جرام من الالياف يوميا. تحت الخمسين؟ تحت ال 25 جرام يوميا من الالياف الغذائيه. يعني ايش كثر؟ تعطيني يعني ايش كثر؟ يعني هل توستتين فيهم 7 جرامات؟ وهل صح هالكوبين من الباستا فيهم تقريبا 16؟ هل اسعد ما خالف تقطع ما عليك امر، التوستتين ايش كثر فيهم؟ التوستتين 7 جرام، والمعكروني 16، وهذا المعكرونيه اذا تقطع المعكرونيه اسعد هذه فيها 16، ف 16 زائد 7 كم يساوي يا ابو عمر؟ 23. احنا على 25 يبون بعد جرامين. بالضبط. وهل جزره ممكن؟ ممكن جزره تكمل عليه. او خيار. او خيار او فاكهه، حبه فاكهه. او فاكهه. او المكسرات اذا قلنا كمشة مكسرات. او كمشة مكسرات. يعني المراه اللي تحت ال 50 تحتاج 25 جرام من الالياف يوميا. بالضبط. فاذا قلنا التوستتين فيها 7 جرام وصحن المعكروني الباستا هذه السمره فيها 16، هذا صار 23، يبقى لنا 2 جرام نقدر ناخذ من الفاكهه. حبه جزر متوسطه فيها 2 جرام. بالضبط. ايه. كملها. يمكن الناس ما يحبون جزر. خيار. خيار. سلعي. شو اسمه؟ مكسرات. مكسرات، فواكه يعني. فواكه او اي نوع من الفاكهه. يعني انا غرامي هذا. اي الفاكهه. والله غرامي فينا. زين والرجل؟ والرجل اللي تحت عمر 50 محتاج 38 جرام من الالياف. يعني ياكل اكثر طبعا. يعني بدال التوستتين يحطوا 3 توستات. 4 توستات. او 4 توستات. طبعا الريال بياكل سندويشتين. سندويش صح الرجل ياكل. 4 توستات. 4 توستات مع اكثر. اكيد اكثر. او حتى العيش صح؟ وحتى ممكن ياخذ وجبه خفيفه بينهم تحتوي على الالياف. يعني اللي يحب الحالي ممكن ياخذ مشمش مجفف او ياخذ توت، واللي يحب المالح ممكن ياخذ ذره. اها الذره ايضا مشاهدينا حتى الذره يعتبر مصدر جيد للالياف الغذائيه. بس حتى المره تحب يعني ممكن المره تاخذ ذره ممكن تاخذ بس ديري بالكم من الكميه اللي قاعد تاخذها. انا هني بقول لك هني السؤال، هني سؤال بروحه طرح نفسه، اللي ياخذ اكثر عن احتياجه اليومي راح يزيد وزنه. اذا ما حرك كثير راح يزيد وزنه. راح اذا ما مسويت رياضه. بسوي رياضه حتى لو قضيت شوي اكثر سوي رياضه. بالضبط. وخليها. اي بس الحين احنا هني اجهلنا اللي فوق ال 50 يعني شلون مثلا؟ اللي فوق ال 50 شو يسوون؟ اللي فوق ال 50 احتياجاتهم اقل من اللي عمرهم تحت ال 50. احتياجاتهم اقل ليش؟ ما نقدر نجاوبنا. اقل لانه بصير الامتصاص عندهم ابطا. والالياف تتعارض مع امتصاص بعض الفواكه والخضار. امتصاص الفيتامينات والاملاح. لهيك عم نقللوا الريكومنديشن لهم حتى ما ياثر كثير ويسبب لهم نقص ببعض الفيتامينات والاملاح. يعني اصلا اذا الرجل كان فوق ال 50 هو اذا تحت ال 50 يحتاج 38 جرام. اذا فوق ال 50 ايش كثر يحتاج؟ 30 جرام. 30 جرام، يعني 30 جرام يقدر ياخذ له صحن عيش. زين مشهور طبعا بدون دهن. اسمر. اسمر. مع توستتين. توستتين او 3 توستات لان 30 ممكن. او توستتين خلينا نقول. وفواكه. ربي خيل سلري اللي هي التوت. زين ذره ممكن. تين. الحين موسم التين. التين الطري او المجفف. المجفف هو فائدته اكثر صح؟ في اكثر الياف وفي اكثر املاح معدنيه. مغنيسيوم وسيلينيوم وكالسيوم. نعم. يعني اذا من الفواكه المجففه لانه بتبخر منها الماء يتركز فيها الماده الغذائيه الاضافيه. بس عرفنا ان 3 حبات التين الطري تعادل حبه مجففه. نعم. فالواحد ياخذ الطري احسن. صح. اي ممكن. اذا تجي تشبعين اوكي. يعني هون بتيجي الرغبه الشخصيه، احنا ما بنفرض على الشخص انه يلتزم ببرنامج قاسي او محدد. الفلكسبيتي المرونه مطلوبه. أكيد. في شخص بحب شغله مقابل شغله ثانيه، دائما بندور له البديل اللي انسب. الانسب يتنازل يعني. بالضبط. بعدين ندور اللي موجود بالموسم. ايه.
واللي موجود بالبيت واللي موجود حواليك. يعني اذا انا ممكن اقول لك اي اكلي اليوم تفاحه بس تبدين البيت ما عندك تفاحه، عندك عرموطه. صح، العرموطه ايضا قلتي مصدر جيد. بالضبط، فممكن تبدلينهم. تبدلين الواحد هو يعني يتحكم في نفسه في اكله وفي غذائه. بس بسالك دكتوره، في ناس يعشقون السلطه الخضراء او احنا نجيب لحظه الخضراء. نعم، نقول خضراء يعني ما فيها اي شيء ورقيات خضراء. إيه؟ ورقيات يعني خس وبقدونس ونعناع جرجير. ايوه، خس وبقدونس ونعناع وجرجير بدون الطماط وخيار. نعم، سلري. نعم، هذول اللي ياكلوا اللي يحبون السلطه الخضراء. نعم، زين. اذا كثروا او زادوا الكميه المسموح فيها في مضاعفات او اثار؟ من الالياف ما في مضاعفات كثير، غير انه زي ما بقول لك ممكن تقلل من امتصاص بعض الاشياء. المضاعفات من الورق الاخضر الكثير يرفعوا اليوريك اسيد، الاملاح، مو املاح الصوديوم، املاح اللي هي بتسبب مرض النقرس اللي هي عوار في اصبع القدم الكبير بالمفاصل. هذه الورقيات الخضراء اذا بالغنا في استهلاكها. لهيك احنا بنفضل دائما انه الواحد ياخذ طبق ملون سواء خضار او فواكه. بس انا كنت اجهل المعلومه اللي تو قلتيها. يعني انا قبل لما اروح مطعم مثلا اطلب السيزر، نعم، علبه انه سلطه خضراء وما اخذ دريسنج اسباق اخليه على جنب فاكل هذا الصحن كبير. فالحين اعطيتيني معلومه ان كثره الورق الاخضر يزيد الاملاح. نعم، فيستحسن خلطها بكميه محدوده. صح، طبعا اخت ورود اذا صارت شغله هاي مره بالاسبوع مو مشكله، بس اللي يوميا بياكلوا بس ورق اخضر واللي عنده مشاكل واللي عنده يوريك اسيد او عنده استعداد وراثي مرات لليوريك اسيد اللي هي الاملاح الدم، ولكن التنويع مطلوب. أيه. بس اذا مره اختار الواحد ياخذ مره ولا مرتين بالاسبوع ما فيها الأساس. بس ايضا حتى لو بياخذ سلطه عاديه اللي فيها الطماط وفيها ممكن رمان يحطون فيها الفلفل الاحمر. أيوة. او الاصفر. نعم، انزين. هذا هم بعد لازم كميته تكون محدوده. صح، ما يكسر يعني ياخذ ياخذها كوجبه رئيسيه. إيه؟ بس اهم شيء يدير باله على الدريسنج اللي قاعد يضرب الصوص اللي قاعد يحط. إيه؟ هذا مصدر الدهون اللي الدهون والاملاح. صح، والملح. اي الاملاح موجوده. إيه؟ بالورق. اللي هي وجبه مشبعه فيها الياف كثير. فيها فيتامينات كثير، فيها انتي اوكسيدنت وضاد. يقلل من يعني كل على الصوص. احنا باكر ان شاء الله عندنا حلقه عن الملح وايضا الصوص بعد. طيب دكتوره، اذا نرجع، اذا بما ان تكلمنا عن السلطه الخضراء، ما تتعارض كثرتها مع بعض الادويه؟ نفس يعني في ناس ياخذون ادويه عندهم امراض مزمنه او غير مزمنه، فشلون؟ بيعتمد على الكميه. هلا الكميه اللي ممكن تعطي مضاعفات سيئه او تعطي مشاكل كميه كثير ضخمه، مش الطبق العادي اللي بناخذه. يعني انجا يعني يكون قد خمس اطباق من الطبق اللي بناكله حاليا لتعطي هذا المفعول السلبي على الجسم. فما في مشكله. فما في مشكله الكميه اللي بنستخدمها اذا كانت مشكله. حتى لو في ناس يحبون ياكلون السلطه يوميا، حتى لو بالعكس احنا من ويره كمان ما ياكلون السلطه يوميا فما تتعارض مع اذا ياخذون ادويه. لا لا، لكن ينتبهون على شيئين. شنو قلتي؟ ينتبهون على شغلتين، انه تتشكل السلطه تكون فيها الوان كثيره لانه كل شيء بيعطي فائده مختلفه. وزي ما تفضلت دانا انه الدريسنج ندير بالنا في كميه الملح وكميه الدهون اللي تستخدم. نعم، فيها عشان السعرات وعشان الوزن وهي المشاكل. نعم دانا، الكثير من المشاهدين طالبين من السلطه. حبيبتي دام فضلك، يبونك تقدمين لنا يعني طبق زين، او مثلا غذاء صحي حق يوم كان برنامج يعني، عرفتي؟